بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع جديد اليوم اللي هو الفيرال باثوجينيسيس، كيف لذاك الفيروس الصغير الذي لا يمتلك من مقومات الحياة إلا القدرة على التكاثر، كيف له أن يحدث أمراض قد تتراوح من أمراض بسيطة وسهلة إلى أمراض خطيرة جدا؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في محاضرتنا اليوم، فيرال باثوجينيسيس. ويمكن لنا أن نستعرض الباثوجينيسيس للفيروس بطريقتين. الطريقة الأولى من خلال رؤيتنا لما يحدث في الخلية المصابة، أو من خلال رؤيتنا للعائل ككل، إذا إما على مستوى الخلية أو على مستوى العائل. فحنشوف إن شاء الله في الانفكتد سيل إن هناك أربع احتمالات لأي خلية تصاب بفيروس. الاحتمال الأول هو موت الخلية death، والاحتمال الثاني هو أن تتحد مجموعة من الخلايا لتكون ما يسمى أو ما يعرف بمولتي نوكليتيد جاينت سيل، ويمكن لنا تخيل مجموعة من الخلايا لها أنوية أصيبت إحداها أو كلهم بالفيروس. يمكن للفيروس أن يزيل هذه الفواصل لتصبح خلية واحدة ضخمة جاينت ذات أنوية متعددة نسميها مولتي نوكليتيد جاينت سيل. أما الخيار الثالث أو الاحتمال الثالث وهو تحول الخلية إلى خلية سرطانية، وإحنا بنعرف قلنا مجموعة من الفيروسات سميناها أونكو فيروسز. إذن death or fusion or transformation to malignancy. الاحتمال الرابع ألا يظهر عليها أي إشارات خارجية، كلمة apparent يعني ظاهرية، تمام، أو حتى الفانكشنال تشينج يعني مش شايفين فيها تغير وظيفي لهذه الخلايا. كيف لخلية أن تموت عندما تصاب بفيروس؟ أقوى احتمال وهو الاحتمال اللي تم دراسته أو حصلنا على إيفيدنس إنه حقيقي موجود، وهو إيقاف تصنيع الماكرو موليكيولز. إيش يعني ماكرو موليكيولز؟ يعني بروتينز، يعني كربوهيدرات، يعني دي ان اي، يعني ليبيدز. هذه هي الماكرو موليكيولز. إذا من من هذه الماكرو موليكيولز التي يستطيع الفيروس أن يستهدفها؟ الحقيقة نعم، لا يستهدف إلا البروتين. لماذا يستهدف البروتين؟ لأن البروتين عبارة عن process translation، وهو تخصصه أنه يعمل transcription and translation. إذا فاكرين early transcription and translation. طيب هل يمكن للفيروس أن يوقف السيلولر بروتين سينثيسيس دونما إيقاف البروتين سينثيسيس الخاص فيه؟ نعم يمكنه ذلك. لكن قبل ما نتعرف على كيف يمكنه ذلك، دعونا نتعرف على الكونسيكونسز للبروتين سينثيسيس انهيبيشن، يعني توقف البروتين سينثيسيس في خلايانا، ما الذي سيحدث؟ تذكروا انه كل الانزيمات في الخلية هي بروتينات. إذا توقفت الإنزيمات اللي هي البروتينات، تمام، عن الإنتاج، عن العمل، عن أداء وظائفها، فأنا بتوقع حتى الدي ان اي يبطل يصير له سينثيسز. لكن بالأساس توقف الدي ان اي مش كنتيجة أولية وإنما كنتيجة ثانوية لتصنيع مين؟ البروتين. توقف البروتين فتوقف الدي ان اي. نموذج تم دراسته وعرفناه هو البوليو فيروس. البوليو فيروس بيعمل inactivation للبروتين سينثيسيس من خلال inactivation of initiation factor اللي هو الاي اف. هذا الانيشيشن فاكتور ضروري لنا للسيلولر بروتين سينثيسيس تبعنا، لكن هل ضروري للفيرال ام ار ان اي؟ تعالوا نطلع ايش بقولنا. بوليو فيروس ام ار ان اي has a special ribosome initiating site that does not require or bypass، يعني ممكن يتجاوز الانيشيشن فاكتور. اذا الانيشيشن فاكتور صار مطلوب للسيلولر ومش مطلوب للفيروس، وبالتالي اذا وقفنا الانيشيشن فاكتور سيتوقف البروتين سينثيسيس في الهوست ولن يتوقف في مين؟ في الفيروس. اذا فكره ذكيه على قتل الخلايا من خلال استهداف البروتين سينثيسيس. الانفكتد سيلز في الفيروسات قد نرى فيها ما يسمى او يعرف بالانكلوجن بوديز، واحنا يمكن تطرقنا لهذا الكلام
لما تكلمنا عن السيتوباثيك افكت في مرات سابقة. الانكلوجين بوديز هذه عبارة عن اما فيرال بارتيكلز، فيرال بارتيكلز او فيرال بروتينز، يعني الفيروس كامل جوا الخلية بنعتبره انكلوجين، او اجزاء من الفيروس بنعتبرها ايضا انكلوجينز. ممكن هذه الانكلوجين تكون اما في النواة وسميها انترا نوكليار، وممكن تكون في السيتوبلازم نسميها انترا سيتوبلازمي. ليش انترا نوكليار؟ لانه في بعض الفيروسات تتكاثر وين؟ في النواة. كل الدي ان اي فيروس اتفقنا انها بتروح على النواة ما عدا مين؟ البوكس فيروس. وفي جزء من الار ان اي فيروس برضه بيروح على مين؟ على النواة. اذا هناك فيروس بتتكاثر في النواة. فلو انا اخذت صورة تحت الميكروسكوب لخلية مصابة وفيها فيروسات في النواة، حنقدر نشوف الانكلوجين بودي او عند على الاقل بعض منها، اما انترا نوكليار او انترا قلنا سيتوبلازميك. من اشهر الانكلوجين بوديز على الاطلاق في الفيرولوجي حاجه بنسميها نيجري بوديز. والنيجري بوديز از دياجنوستيك اوف ريبيز، يعني لو اخذنا من دماغ كلب مصاب او من انسجه خفاش مصاب، تمام، او حتى من انسان مصاب من دماغه لما توفي وعملنا له سمير وصبغناه، بنشوف انترا سيتوبلازميك، وين موجود الان؟ في السيتوبلازم. انترا سيتوبلازميك انكلوجين بنسميها نيجري بوديز. وجود النيجري بودي دلاله مؤكده على وجود الريبيز فيروس. لاحظوا الان انه استخدمت هذه الاشاره الى دياجنوسيس، الى دياجنوسيس. في كمان شغله اللي هي الاولز اي، عينين البومه اللي حكينا لكم عنهم سابقا، وحنوريكم صور لهم الان ان شاء الله. الاولز اي انكلوجين سين ان ذا نوكليوس اوف ذا سيتوميجالوفيروس انفكتد سيل سي ام في، اللي واحد اعضاء الهربس فيروسز، تمام. اذا عمل انفكشن في خليه دائما هذه الخليه لو صبغناها حنشوف فيها الشكل المميز لما يسمى بالاولز اي. في عندنا الميسلز اللي درسناها المحاضره الماضيه اللي هي الحصبه اللي هي تابع لمين؟ للباراميوكسي فيروسز. والهربس فيروسز كلاهما بيعمل اللي الرسم اللي رسمناها اللي سميناها مولتي نوكليتد جاينت سيل، والان حنشوف بعض الصور الهم. هذه نيجري بوديز اللي مشار لها بالسهم. اذا بتلاحظوا عندي النيجري بودي هذا، تمام، في النيورون سيل، وهذه هي النواه تبعت اللي هو النيورون سيل. هذا مؤشر اكيد على انه هذا الشخص مصاب بمين؟ بالريبس. اعتقد ان الصوره هناك صوره حقيقيه لبوما وبعينين بوما بالاحرى، عشان تعرف بس قديش جميلين الناس، بعض الناس بتشائموا من البوم يعني. وطلعوا الصوره اللي موجوده عندنا في الخليه، بنلاقي انه بالفعل معطيانا شكل اللي هو الاولز اي، وهذا الانطباع حقيقه حتى لو ما كانش الصوره موجوده اللي هي الصوره الحقيقيه، حتاخذوا الانطباع مجرد انكم تشوفوا اللي هو صوره البوم اللي عفوا السمير. في حاجة اسمها تازناك سمير او تزناك سمير، وهذا السمير بياخدوه من المرضى اللي عندهم هيربز لابياليس اللي هو الهيربز اللي بيصيب الشفاه. لو اخذنا مسحة وصبغناها على شريحة حنشوف فيها المولتي نوكليتد جاينت سيل، خلية العملاقة، وهذه برضو دياجنوستيك يا بنات لمين؟ للهيربز سيمبلكس تايب 1. طيب The clinical diagnosis of herpes skin infection، لسه اللي بتكلم عنه أنا قاعد بشوية اللي هو اللابيالس هذا skin infection، is aided بمساعدة وجود المولتينوكليتد جاينت سيل اللي احنا شفناها في اللوحة السابقة with eosinophilic intracellular intranuclear inclusions. الآن هذا بيرجعنا للكونسبت الحقيقية اللي ذكرناها في السابق، إنه cytopathic effect أو CPE is an indication أو is an aid in the diagnosis of viral infection. لذلك إذا أردتم أن تصبحوا جيدين في عملية الدياجنوسيس للفيروسز بكون تعرفوا شغلتين أساسيات. الشغلة الأولى what a normal cell culture looks like، كيف تبدو مزرعة خلايا عادية، كيف تبدو وكيف تبدو لما يكون عليها cytopathic effect، يعني الباثولوجيكال changes اللي تحدث من تغيير إما لايسز تحلل الخلايا او اما سينسيتيا تتجمع الخلايا او مولتي نوكليتد او قلنا فيها بيكون انترا نوكليار او انترا سيتوبلازميك بوديز.
Infection with certain viruses causes malignant transformation. وهذا الكلام احنا متفقين عليه. قلنا هيباتيتس بي, هيباتيتس سي, بابيلوما viruses تندرج تحت اطار كبير اسمه اونكو viruses. These viruses may transform a normal cell to a malignant cell. What distinguish a malignant cell from normal cell? رقم واحد, unrestrained growth, يعني قدرتها اللا محدودة على النمو, عمرها الطويل. يعني بيقولوا انه virtually, نظريا انه they can live forever اذا انت اعطتهم الغذاء الملائم وازلت منهم الميتابولايت السيئة, تمام؟ فممكن ينمو. لكن النورمال سيلز لها نورمال لايف سبان, لها عمر محدد, مش زي المالجنانت سيل. الاحتمال الرابع اللي قلنا عنه وهو احتمال وارد في كثير من الفيروسات وخاصة تلك التي تمتلك انفلوب, وهي مغادرة بتاخد جزء من مين؟ من السيل ممبرين, وبتطلع والخلية ولا لا يبدو عليها شيء. لكن بدي احكي لكم عن نقطة مهمة في هذا الاطار. كلكم فاكرين انه الفيروس كان يطلع جلايكوبروتينز يشبكهم مع مين؟ مع السيل ممبرين تبع الخلية المصابة. هذه الجلايكوبروتين هي مش our own, it is a virus جلايكوبروتين. وجهاز المناعة تبعنا احنا بيبقى عامل زي شرطة المرور, بيبقى بمر على الخلايا, انت سيلف 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 سيلف, هذه الخلية في عليها abnormal بروتينز, يبقى هذا مش سيلف, اتاك, اهجم. فاللي بيدمر الخلايا تاعت الاورجان المصاب بفيروس لا يعطي اي مورفولوجيك ولا فانكشنال تشينجز, اللي بيدمرها غالبا مين؟ جهاز المناعة. وهذا ما يحدث في التهاب الكبد الوبائي بي وسي. لقينا انه الفيروس نفسه ما بيحدث اي تشينج, لكن اللي بيحدث التشينج هذا مين؟ جهاز المناعة. كل هذه الملاحظات بتورينا انه الفيرال انفكشن مش واحدة, قد تؤدي الى موت, قد تؤدي الى فيوجن, قد تؤدي الى ترانسفورميشن, قد لا تؤدي الى اي تشينج او باثولوجيكال تشينج. هذا بعطينا وايد فاريشن للإفكت تبع الفيروس. خلصنا من الاحتمالات الاربعة اللي الفيروس ممكن يعملها في مين؟ في سيل على المستوى الخلوي او على مستوى الخلية المصابة. نتكلم الان على مستوى الهوست اللي هو العائل بشكل كامل. رقم واحد, بنتكلم عن الترانزميشن. هل الفيروسات كلها بتنتقل بنفس الطريقة؟ ولا في فيروسات بتنتقل عن طريق الريسبيراتوري تراك, في بينتقل عن طريق الجلد, في بينتقل عن طريق الفيكال اورال؟ لا, في طرق متنوعة ومختلفة حنتعرف عليها ان شاء الله في الترانزميشن. الريبليكيشن, الفيروس بيدخل خلية عشان يتكاثر فيها لازم يدخلها, عشان يدخلها لازم يرتبط فيها, عشان يرتبط فيها لازم يكون له ريسبتورز. ففي نوع من السبيسيفيسيتي قلنا في الارتباط, لكن اذا دخل خلية هيتكاثر في الغالب فيها ويخرج ويصيب خلايا اخرى. يعني الدمج بيصيرش من الفيروس اللي دخل اول مرة خرب له خلية ولا خليتين ولا 10 خلايا. الدمج بيحدث متى؟ لما هدول العشرة يتكاثروا ويصيروا مئات او الاف ويغزوا خلايا, فالدمج بيكون كبير, فبتحدث اللي هو الاعراض اللي احنا بنعرفها. Spread of the virus to other cells and organs, the immune response. الان معظم الفيرال انفكشن بتوقف هان, الاميون سيستم بتعامل معها بالسيل ميدييتد اميونيتي والهيومورال اميونيتي وبيشفى تلقائيا. رقم أربعة هي اللي احنا بنشوفه باستمرار, لكن هناك استثناء دوما في رقم خمسة, انه جهاز المناعة لم يستطع او انه الفيروس نفسه يمتلك صفات اهلته انه يتخطى جهاز المناعة, فقد تتحول الى ما يسمى بالبرزيستنت انفكشن, يعني عدوى مستقرة ثابتة في هذا الانسان. في قلنا في مين؟ في سم كيسز, مش في كل الحالات. طيب الستيجز تشبه الى حد كبير الستيجز تبعت البكتيريا الانفكشن. اول مرحله اللي هي الانكيبيشن بيريود,
والانكيبيشن بيريود هي الفترة من دخول الفيروس إلى ظهور الأعراض، وهذه الانكيبيشن بيريود غالبا ما بيكون فيها أي أعراض، وما بنعرف أصلا أنه الشخص عنده فيرال انفكشن أو لا. المرحلة اللي بعديها هي مرحلة تسبق دائما الفيرال انفكشن أو البكتيريال انفكشن، اسمها برودرومال بيريود. والبرودرومال بيريود احنا بنوصفها بالعامية بنقول أنا حاسس حالي بدي أمرض. طب كيف حصلك بتمرض؟ لا يبدو عليك أي علامات مميزة للمرض. بقول لك أنا مثلا حاسس حالي مرهق، عيني دبلانين، حاسس حالي بدي أسخن، وهو مش سخن، لو قسنا حرارته بلاقيها 37. لكن هذه الأعراض اللي هي نون سبيسيفيك اللي بتعطيه شعور بأنه بدي يمرض بنسميها احنا برودرومال بيريود. يتبعها طبعا ثاني يوم الصبح بلاقي حاله بيعطس، بكح، رجليه بيجعوه، حرارته مرتفعة لو قسناها لقيها 38. هذه اللي بسميها specific illness period. إذا incubation period, prodromal period, specific illness period. ثلاثة أربعة أيام viral infection على سبيل المثال، وبعدين بدأ يمين يتحسن لـ recovery period. بيرجع فيها تدريجيا إلى normal health. كمان مرة in some cases ما بصير الشفاء، ولا كان ليش في ناس بتموت من الانفلونزا لو صار شفاء؟ يبقى in some cases بصير في عنا اما persistence او بصير عنا chronic carrier state، او انه رقم اربعة ما بتقومش بدورها كاملا، فبيفشل جهاز المناعة في القضاء على الفيروس وقد يقتل الفيروس اللي هو المريض. زي ما قلنا لكم احنا في نسبة 5% وفيات لمرض بسيط زي المرض مين؟ الانفلونزا. فما بالكم لما اتكلم عن ايبولا اللي وصل 90% حالات وفيات، عن انفلونزا الطيور حوالي 63% نسبة اللي هو الوفية. Transmission and portal of entry. Transmission and portal أو portals of entry. Person to person spread occur via transfer of respiratory secretion. طبعا respiratory secretion اللي هي الإفرازات الناجمة عن الجهاز التنفسي، الناجمة عن العطس أو الكلام أو الكحة، كلها ممكن تنتقل. في كمان شغلة مهمة سلايفا، تمام، اللعاب تبع المريض المصاب، البلد. والبلد ممكن يكون من طريقتين، بلد ترانسفيوجن، انه احنا بتعرفوا كثير من المرضى في قطاع غزة نظرا لعدم توفر امكانيات معينة بينتقلوا الى دول اخرى لاجراء عملية جراحية. هذه العملية المفروض انها عملية بسيطة وممكن يعني بكل سهولة في الدولة الاخرى تجرى لوجود الامكانيات، لكن وتجرى وتنجح وبينجح العملية، لكن المريض بيعود بهيباتايتس سي على سبيل المثال. لا نريد ان نذكر دول، ولكن هذا شيء صار معروف لدينا في قطاع غزة انه المرضى اللي بيروحوا على دولة معينة بيرجعوا بنسبة كبيرة بهيباتايتس سي. ليش؟ لانه في العمليات الجراحية بيضطروا يعطوهم بلد، او بيستخدموا ادوات غير معقمة من مريض الى مريض. الطريقة الثانية للانتقال في البلد اللي هي طريقة اللي هو النيدل شيرينج اللي حكينا عنها اللي هو تبعون المخدرات. سيمن طبعا مع مفهوم انه هذا من خلال اللي هو سيكشوال ترانسميشن. فيك الكونتامينيشن اوف ووتر اور فود. واعتقد انه المحاضرة الماضية قضينا وقت طويل في الحديث عن انه اكبر ملوث لمياه الشرب والمياه الاستجمام هي الفيكال الماتيريال او السويج. وعليه فاحتمالية، وخاصة في بلدان كما ذكرت كبلداننا النامية، انه السويج سيستم مش كله كومبليت او كلوز سيستم، فبالتالي امكانية انتقال هذه الفيروسات بتكون عالية جدا. لكن لو رحنا على بلدان متطورة عندهم very perfect discharge system وtreatment system، هنلاقي انه هذه الامراض لا تشكل عبئا على هذه البلدان. هذا شرح للبلد اللي احنا حكيناه قبل قليل. طيب ترانسميشن من الام الى المولود كيف تتم؟ هناك ثلاث مراحل يمكن من خلالها انتقال الفيروس من الام الى اللي هو الطفل. في المرحلة الجنينية ونسميها انيترو في الرحم يعني، تمام. والمرحلة الثانية اللي هي at the time of delivery، وقت الولادة. وقت الولادة بدي أنبه بس لنقطة الولادة. الولادة عملية صحيح طبيعية،
لكن عملية عنيفة وصعبة بتم فيها تهتك كبير لأنسجة وتهتك ودماء، دماء كثيرة. وكلمة دماء يعني أي ميكروب كان مولود في دماء الأم تمام ممكن يلامس مين الآن؟ الطفل. وأيضا عند خروج الطفل من قناة الولادة كما تعلمتم في الدياجنوستيك مايكروبيولوجي هناك بعض الأمراض انتقلت من الأم إلى مين؟ إلى الطفل، زي الجونورية نعم، زي الجونورية مشهورة كتير في موضوع الأوبثالميا نيوناتروم اللي بتصيب العين. إذا إن يترو at the time of delivery، وفي مرحلة ثالثة الأم مصرة إنها تعطي الفيروس لابنها من خلال مين؟ البريست فيدنج. طبعا احنا هذه بس ممازحة. يبقى في ثلاث مراحل ممكن ينتقل فيها الفيروس: in utero, at the time of delivery, during breast feeding. الانتقال من الأم إلى الطفل بنسميها للمولود يعني بنسميها vertical transmission، انتقال عمودي. بينما لما بينتقل الفيروس من شخص إلى شخص بنسميها horizontal، طبعا الأم للأوف سبرينج تمام، بس من شخص إلى شخص بنسميها horizontal transfer. في كمان جانب احنا ما تطرقنا له في الترانسميشن اللي هو الانيمال تو هيومن. بتسمعوا انه 60% من الامراض المعدية، 60% من الامراض المعدية هي امراض مشتركة بين الحيوان والانسان. قد ينقل الحيوان الى الانسان وقد ينقل الانسان ايضا لمين؟ للحيوان. يعني مثلا توكسوبلازموزز المشهورة تبعت القطط اللي موجودة هذه بارازايت تمام. في عنا الباستوريلا اللي بتنتقل عن طريق برضو القطط بكتيريا عن طريق القطط للإنسان. بعض أنواع من الفطريات تنتقل من القطط أيضا للإنسان. أنا ركزت على حيوان واحد تمام عشان في بعض الناس ابتسمت لأنهم عارفين حالهم أنهم هم صاروا عرضة لهذه الأمراض. لكن بشكل عام الانتقال من الحيوان الى الانسان بيتم بطريقتين، اما مباشره، ومثلا انا اخذت مثال هنا فيروس الريبز اللي هو داء الكلب ممكن عن طريق عضه الحيوان مباشره للانسان سواء كان خفاش او قلنا اللي هو الـ الـ الكلب المصاب، او indirectly عبر البعوض الحشرات الناقله اليلو فيفر الدنجي فيفر تمام الويست نايل فيروس. كلها أمراض تنتقل من الحيوان إلى الإنسان لكن من خلال إيه؟ من خلال فيروسز، من خلال عفواً من خلال فيكتور اللي هو الموسكيتوس. إذن إما دايركتلي أو إن دايركتلي. في مصدر للعدوى ما بنكرره كتير إحنا، بس هو أول مرة بيكون من external source، من مصدر خارجي. لكن تخيلوا شخص عنده هيربس سيمبلكس وشفي منه، أصيب فيه أول مرة انتقل من أمه له للطفل أو من أبوه للطفل أثناء التقبيل وهو صغير، واحد من الوالدين كان مصاب وقبل الطفل فنقل له مين اللي هو الهيربس سيمبلكس. هذا الطفل أخذه مرة واحدة من دايركت كونتاكت من جلد لجلد تمام، لكن بعد 4 سنين أو 5 سنين طلع للطفل حم في منطقة الفم. هذا ليس فيروس جايبه من برا، هو كان مختبئ عنده اللي هو latent infection، الصفة اللي ربطناها بالهربز فيروس. فاكرينها قلنا لكم الهربز فيروس عندها قدرة على الكمون او الليتنسي اللي هي مثال عليها. فهو اول مرة external، لكن في هذه الحالة لم يكن external، هو مصدر internal ناخده الطفل من عنده. هذه الجداول كتير حلوة ومهمة ورائعة جدا انها بتلخص لي البورتال اوف انتري. طبعا الان كل الاسماء اللي موجودة هذه اصبحت فاميليار لديكم، ذكرناها مرارا وتكرارا واصبحت بالفعل سهل انه نتكلم فيها بدون ما نقول ايش هي هذه الفيروسات. طلعوا لي مجموعة الريسبيراتوري فيروسز، عندي انفلونزا فيروس بسبب الانفلونزا، الراينو فيروس بسبب الكومون كولد، الريسبيراتوري سينسيتيال فيروس بسبب برونكولايتس، إبستين أو إبشتاين بار فيروس، إنفكشيوس مونونوكليوسيز، فاريسيلا زوستر، تشيكن بوكس، هيربس سيمبلكس تايب 1، هيربس لابياليس، لابياليس يعني قلنا الشفاء، ريسبيراتوري تراكت ما زلنا فيها سايتوميجالو فيروس،
ميسلز فيروس، مامس فيروس، روبيلا فيروس، كل ما دول درسناهم في المحاضرة السابقة لما تكلمنا عن تصنيف اللي هو الـ RNA viruses، وقلنا MMR اللي هو الفاكسين، ميسلز، مامس اند روبيلا. طبعا الهانتا فيروس بسبب نيمونيا، والأدينو فيروس أيضا بسبب النيمونيا. هذا لا يعني إنه الأمراض اللي موجودة في العمود الأخير هي فقط تلك التي يسبب هذه الفيروسات. يعني مثلا هنبدأ مثال على one disease caused by adenovirus اسمه النيمونيا، لكن مر معنا في المحاضرة السابقة إنها بتعمل pharyngitis، لما قلنا لكم إنه هي من أشهر مسببات التنسولايتس لدى الأطفال من النوع الفيروسي، تمام؟ قد تقابل في النسبة تلك التي تسببها البكتيريا اللي اسمها ستريبتوكوكس بايوجينز. إذا الريسبيراتوري تراك مصدر مهم جدا جدا للعدوى لمجموعة كبيرة من الباثوجينز. بديكم قبل أن أنتقل للوحة الثانية تنتبهوا لشغلة كمان، إنه قد نجد بعض الفيروسات تنتقل بأكثر من وسيلة، وتذكروا لي الروبيلا فيروس على سبيل المثال من هذه المجموعة. gastrointestinal tract infection. طبعا احنا المحاضرة السابقة ايضا تحدثنا في معرض حديثنا عن الكلاسيفيكيشن للميديكال امبورتنت فيروسز، انه البعض كيف ينتقل، وذكرنا انه فيكال اورال مجموعة كبيرة مش صغيرة، وهذه امثلة عليها: هيباتيتس اي فيروس اللي بسبب هيباتيتس اي، طبعا البوليو فيروس اللي بسبب شلل الاطفال او البوليو مايلايتس، والروتا فيروس الشهير اللي بيعمل دياريا. انا بعتذر، هو كلمه واحده روتا فيروس، مش مفصولين عن بعض. روتا فيروس سكن عن طريق الجلد، ريبيز فيروس وكثير صرنا حكينا عنه، يلو فيفر فيروس، دينجي فيروس، هيومن بابيلوما فيروس. افضل مثال على انه في فيروس واحد اكثر من طريقه هيهم ورا بعض. الهيومن بابيلوما فيروس كان وين منتقل؟ عن طريق السكن، والان بينتقل ايضا كمان على مين؟ الجينيتال اتراك. بدنا نفهم كمان شغله، انه زي البكتيريا ما هي سلالات سترينز، كمان الفيروسز سترينز، بمعنى انه السيرولوجي تبعها مختلف من واحد لواحد، وبالتالي قد نرى ارتباط وثيق بين سيروتايبس ومرض معين. مش كل السيروتايبس بيعملوا هذا المرض. فعلى سبيل المثال اللي بينتقلوا عن طريق الجينيتال اتراك لهم ارقام محدده، وغالبا بيؤدوا الى اورام سرطانيه، لكن اللي بينتقلوا عن طريق الجلد ما بيؤدوش الى اورام مثلا سرطانيه. اذا اللي بدي اقوله انا انه الفيروس قد ينتقل باكثر من وسيله، وانا قلت لكم اربطوا في الاذهان اللي هو الروبيلا فيروس، هنشوفه كمان شوي. وهي لقينا هنا الهيومن بابيلوما فيروس والهيومن بابيلوما فيروس، وهيباتيتس بي لقيناها في الجينيتال تراك، وحنلاقيها كمان شويه في البلد، في اللوحة اللي وراها على طول. في البلد وين لقينا بي؟ هياتها شايفينها؟ يبقى انتقلت بالجينيتال تراكت، وانتقلت عن طريق اللي هو البلد ترانسفيوجن. بينما الهيباتيتس سي ما وجدناهاش في مين؟ في الجينيتال، لقيناها فقط مين؟ في البلد. هيباتيتس دي، واعتقد انه دي هو اشهرهم بالنسبة لكم، كونه هو الديفكتيف فيروس. هيومن تي سيل لينفوتروبيك فيروس بتعمل لنا لوكيميا، والهيومن اميونو ديفيشنسي فيروس اللي هو مسؤول عن احداث مرض الايدز. الترانس بلاسينتا اللي هو عبر البلاسينتا في خلال عمليه الولاده، عندي سايتوميجالو فيروس، لاحظوا كمان مره بلاد وترانس بلاسينتا، والروبيلا اللي قلنا لكم احملوها من الريسبيراتوري تراك، حين حملناها ايضا مره ثانيه وين؟ في الترانس بلاسينتا ترانسميشن. طيب لان احنا قلنا انه مجموعة الامراض الفيروسية اللي تنتقل من الام الى المولود او الجنين، تمام، مهمة بالنسبة لنا الصحيح، ومجموعة مش صغيرة، لذلك خصصنا لهم برضو لوحة. viruses that commonly cause perinatal infection. perinatal بتلخص بانه في عندي حمل، وفي عندي ولادة، وفي عندي breast feeding، ثلاث مواضع مهمين جدا في عملية الولادة بشكل عام، الحمل والولادة نفسها والرضاعة.
الفيروس الأمثلة على الترانسبلاسنتال قلنا سايتوميجالو فيروس، البارفو فيروس فاكرينه؟ البي 19، إيش معنى البي 19 هذا؟ سلاب تشيك سيندروم اللي هو قلنا الخد المصفوع اللي بيكون لونه أحمر. الروبيلا فيروس اللي هي الجيرمن مثل، وكمان مرة بأكد لكم على إنه الروبيلا أعطيتم الفاكسين من أجل هذه اللحظة حتى نمنع انتقال الفيروس إذا كانت الأم أصيبت فترة الحمل حتى لا ينتقل هذا الفيروس إلى الجنين ويحدث هذا الضرر. At time of birth hepatitis B, hepatitis C virus, herpes simplex virus type 2 وهذا sexually transmitted وبالتالي بيكون مولود في الأم في الفاجينا وبالتالي عبر الولادة الطبيعية هياخد الفيروس. الهيومن اميونو ديفيشنسي فيروس، أمهات مصابات نفس القصة، أطفالهم خلال عملية الولادة بياخدوا الفيروس. طبعا الهيومن بابيلوما فيروس، والهيومن بابيلوما فيروس لو كونه مرض قلنا بينتقل عن طريق الجنس، العلماء وبسبب سرطان العلماء بيفتخروا الآن بأنه احنا أنتجنا أول فاكسين مضاد للسرطان. ليش هم مش لكل السرطان لكن لمين؟ للسرطان الناجم عن مين؟ عن البابيلوما فيروس. فكل الفتيات اللي في سن تسمح لهن بالممارسة الجنسية في أمريكا وأوروبا بياخدوا الفاكسين اللي اسمه Human Papilloma Vaccine HPV Vaccine، تمام؟ زي ما احنا بناخد اللي هو الروبيلا فاكسين، وهذا يعطى فقط للإناث لأنه بيسبب سرطان في الإناث فقط. Breastfeeding Cytomegalo Virus والHuman T-Cell Lymphotropic Virus، طبعا هذا بيعمل لوكيميا للأطفال. طيب medically important viruses that have an animal reservoir. animal reservoir يعني إلها مخزن من الحيوانات، بمعنى آخر حيوانات تصاب بهذا الفيروس قد تمرض أو لا تمرض. إيش يعني قد تمرض أو لا تمرض؟ في مخازن للفيروسات reservoirs، تمام، بتمر بمرحلة المرض زي الإنسان ما بمر بمرحلة المرض، وفي منها لا يمرض من هذا الفيروس، يعني أنواع لا تمرض. فكلمة الريزرفوار يعني حيوان قد ينقل لنا هذا الفيروس. ريبس فيروس in the United States، في الولايات المتحدة سكانكس، بعرفش تعرفوا السكانك ولا تعرفوش، سموه الضربان اللي بيشبه السنجاب وديله طويل مخطط ورائحته كريهة، رائحته كريهة، اسمه سكانك. راكونز، الراكون برضو من الحيوانات اللي لها ديل مخطط وحلوة وجميلة. باتس اللي هي الخفافيش، لكن in developing countries ما زالت الكلاب هي المسؤولة أو الريزرفوار الرئيسي للريبس فيروس. المود of transmission غالبا البايت of infected animal أو الايروسولز of bat saliva، يعني لست بحاجة انه البات اصلا يجي يعضك، ممكن لو هو طائر ونزل منه سلايفا على جرح على جرح ولوث جرح انسان، تمام، او صار دايركت كونتاكت بين انسان وبين خفاش دون ما يكون في حاله عض، ممكن ينقل له هذا المرض. الديزيز طبعا ريبز، صرت خبراء الان في الفيروسات، الان كل الفيروسات تكررت معنا اكثر من 20 او 30 مره اسمها. الهانتا فيروس انواع من الفرم سموها دير مايس، سموها دير مايس لانه رجليها رفع وطوال زي الغزلان فسموها دير مايس. aerosols of dried excreta، الايروسولز اللي هو الرذاذ الناجم عن المخلفات تبعت هذه الفران الجافه، بودره تبعتها يعني بصير. برضه هانتا فيروس بالموناري سيندروم وهو عباره عن نيمونيا. اليلو فيفر فيروس اللي هم الحمى الصفراء بتنتقل عن طريق الـ او الريزرفيور تبعها اللي هو القرود. بايت اوف ايدس موسكيتو، بتعرف احنا قلنا البعوض انواع واسماء عديده، من ضمن الاسماء المشهوره في عالم البعوض اللي هو الايدس مثلا ايجيبتاي اللي هي الزاعجه، ايدس معناها الزاعجه، تمام، ايدس ايجيبتاي اللي هي الزاعجه المصريه ولها دور في نقل كثير من الامراض. يلو فيفر، دينجي فيفر، مونكيز بايت اوف ايدز موسكيتوس برضه بسبب دينجي،
الانسيفالايتس فيروسز، وكلمه انسيفالايتس شرحناها المره الماضيه من التهاب الدماغ. ممكن وايلد بيردز زي سباروز، بتعرفوا السبارو؟ اشهر عصفور عندنا في غزه شو هو؟ اللي بتلاقوه دائما في الشوارع وعلى السطوح وبعشعش في اي مكان في الدويري، اسمه العصفور الصغير هذا الكومون، هذا اسمه سبارو مش جاك سبارو. تعرفوا جاك سبارو؟ وين جاك سبارو شفتوه هذا؟ وين شفتوه جاك سبارو؟ في البايرتس اوف ذا كاريبيانز، مزبوط. وعلى فكره هذه شخصيه جاك سبارو، هذه شخصيه مسلمه، وبرابوسا اللي بيجيبوه في الفيلم على انه وحش وكذا، برضه هذه شخصيه تركيه، كان سيد بحار العالم، يعني كان هو اكبر يعني قبطان، كان لما يسمع اسمه في منطقه يدب الرعب في تلك المنطقه من كثر ما كان شهير في انتصاراته البحريه. لكن التاريخ بيحاولوا يشوهوه لنا ويرجعوا لنا اياه بطريقه عجيبه. المهم سبارو هذا اللي قدامنا هو ايه؟ الدويري اللي انتم بتعرفوا. Bites of various mosquitoes encephalitis، في SARS كورونا فيروس، نوع من الكاتس قلنا لكم اسمها سيفيت كاتس، بتنقله برضو aerosols droplets وبيسوي لنا السارز. الافيان انفلونزا، والافيان انفلونزا قلنا هي انفلونزا الطيور، chicken and other fowls اللي هو الدجاج والطيور الاخرى. aerosols droplets guano، فاكرين الجوانو؟ الجوانو هو المخلفات اللي تنتج من الخفافيش، تمام؟ تنتج من الخفافيش، ممكن ينقلنا انفلونزا. طيب localized or disseminated infection، ما الذي نقصده في localized infection؟ localized يعني متموضعة، يعني في مكان واحد، بينما disseminated يعني منتشرة في جسم الإنسان. viral infections are either localized to the portal of entry or spread systematically through the body، يعني واحد أخذ فيروس الرشح، فيروس الرشح بيضله في منطقة الـ upper respiratory tract localized في تلك المنطقة. لكن لو أخذ بوليو فيروس، أخذه عبر مين؟ عبر الفيكال أورال، وصل الانتستين، تكاثر في الانتستين، عمل invasion وراح على النيرف سيل ووصل للسنترال نيرفوس سيستم، هذا ايش بنسميه الآن؟ spread disseminated infection. الأولاني كان localized والثاني كان disseminated infection. The best example of the localized infection is the common cold اللي حكينا عنه، فيروس الرشح، which involves only the upper respiratory tract. influenza غير، الانفلونزا بتعمل upper وبعدين بتنزل على lower respiratory tract. وإذا فاكرين الفاكسين اللي قلنا عنه استخدم الكونديشنال ليثال ميوتيشن اللي هي الطفره المتعلقه بالحراره، بتكاثر في الانف لكن لو نزل الى اللانكس ببطل يتكاثر. اذا بنقدر نقول انه الكومون كولد لوكالايز، بينما الانفلونزا لوكالايز برايمرلي في الابر لكن ممكن تنزل لمين؟ للور ريسبيرتوري. لكن لما بنقول عن ديسيمينيتد اعتقد ان المثال اللي ذكرته مثال جيد، اللي هو مثال البوليو فيروس. One of the best understood systemic viral infection is اللي هو الباراليتيك بوليوميلايتيس. After polio virus is ingested يعني يتم تناوله عبر الماء الملوث او الطعام الملوث، it infects and multiply within the cells of the small intestine، بيبدا يشتغل في السمول انتستين. And then spread to the mesenteric lymph node. طبعا الليمف نود اللي موجوده في الامعاء هي اكبر كميه من جهاز المناعه، فموجودة في وين؟ في الانتستينال تراك، بيمثلها الميزنتريك ليمف نودز. Where it multiplies again, it then enters the bloodstream and is transmitted to certain internal organs where it multiplies again. إذا لم يكتفي بوجوده في الانتستينال تراك، بل ذهب إلى باقي أنحاء الجسم، وهذا مؤشر لأنه بنتكلم على إنه الفيروسز ممكن تكون لوكالايز وممكن تكون أيضا disseminated infection. الفيروس اللي بنتكلم عنه اللي هو ما زلنا بنتكلم عن مين احنا؟ عن البوليو مايلايتس. The virus re-enters the bloodstream and is transmitted to the central nervous system. اذا هو هدفه الاساسي او التارجت المستهدف هو الجهاز العصبي المركزي وليس الانتستينال تراكت. طبعا اذا وصل هناك
ودمر هذا النسيج العصبي المهم. من هنا بيحدث اللي هو الشلل او الباراليس. Viral replication in the gastrointestinal tract result in the presence of poliovirus in the feces. فبالتالي عملية الترانزميشن بتكون فيكال اورال. حتى وإن كان المرض عصبي الا ان الميكروب قدرته على التكاثر اللي هو الفيروس في الانتستين يجعل من انتقاله عبر البراز او عبر الفيكال اورال روت انتقال مهم. والمرة الجاية ان شاء الله نكمل المحاضرة.